اسمع يا سيدي، نقول عن ربابة حكاية من سيوة. كان يا ما كان، من 50 سنة راجل طباخ طيب اسمه جميل خرشد راح من القاهرة لسيوة عشان يشوف أكل عيشه في شركة بترول. سنة مرت عليه في الشغل، وبعدين قال نكمل نص دينا، فاختار ست سوية أصيلة واتجوزها وجابوا محمد. لكن بعد شهرين بس من الجواز قرر عم جميل انه يرجع القاهرة وياخد زوجته معه. كان في الأول نظام البلد ما فيش ست تطلع برا البلد، هو اضطر ياخدها معاه، فأبوها ما رضاش ياخدها معاه، فأجبرها لازم ايه طلقها، فسابني أنا ايه عيل صغير في اللفة، كان عمري 2 شهر. بعد كده ايه العلاقة اتقطعت مني خالص، فصلت ما فيش أي اتصالات. وين قطعت الجوابات بين القاهرة وسيوة؟ ست السوية طبعا اتجوزت وخلفت علاء من جوزها الجديد، بقى عندنا محمد ابن عم جميل ومن جوزها الجديد علاء، وعاش محمد وعلاء وكبروا اخوات اخر محبة. محمد ما يغيبش عن باله ابدا، طول الوقت يفكر ابويا فين، الاقيه ازاي، مين بقى اللي ساعده في الرحلة دي؟ علاء اخو ليا كان صديق في القاهرة، جه في يوم من الايام بيكلمني بيقول لي لو محتاج اي حاجه من القاهره. قلت له دلوقتي ليا كذا كذا، اديت له اسم محمد جميل، محمد خرشت. قلت له محتاج ايه؟ شهاده وفاه باسم جميل، محمد جميل. بالفعل هو عدت حوالي 7 ايام كلمني قال لي انا طلعت لك شهاده الوفاه. ومات عمك جميل من غير محمد ما يشوفه، مات قبل الابن ما يحقق حلمه. لكن محمد فضل عنده فضول، يا ترى ممكن الاقي اي حاجه فيها ريحه ابويا، يا ترى ممكن يكون له ريحه موجوده لسه. وكان القدر مخبي لمحمد حاجه. قلت له بس في حاجه تانية يعني لو تقدر تخدمني فيها. قال لي اتفضل. قلت له طيب ما هو جميل عم جميل ملوش اخوات او ليه اولاد او اي حاجه، حاجه تخص ايه الدليل؟ بالفعل قال لي ان شاء الله اشوف لك وهرد عليك. بعدها بيوم كلمني قال لي عمي جميل بالفعل ليه 3 بنات وولد. قلت له طيب محتاج اساميهم. اداني بالفعل اساميهم، وبعد كده ايه دخلنا في كذا كذا مكان بندور عشان ايه نوصل للاماكن الحقيقيه. واخيرا يا سيدي، وبعد 33 سنه قدر محمد يوصل لعنوان والده في القاهرة، وبدأ سيل من الجوابات اكتب من سيوة للقاهرة. لكن القاهرة ما بتكتبش. من سنة 2011 ل 2018 سيوة بتكتب جوابات، ولكن القاهرة ما بتردش على جوابات محمد. هل يفقد الأمل؟ جاء في يوم من الأيام في 2018 أنا كنت مسافر القاهرة، كلمني محمد أخويا قال لي لو تقدر ايه توصل لاخواتي، هو طبعا معانا العنوان وكل حاجه. بالفعل انا طلعت في نفس اليوم، كان يوم 30/7/2018، كان بالفعل ذهبت لمصر قديمه، قعدت ادور كان الساعه 8:30 الصبح، وبالفعل لغايه حتى وصلت الى ايه الى الامام الشافعي كان الساعه 2 الظهر. دخلت اسال اللي اقول له ان في الموضوع ده كذا، يقول لك لا ما فيش الكلام ده خالص، احنا ما سمعناش. ان قعدت ان انا اسال طبعا، وانا بخش بسال اللي يشوفني يقول لي لا ده مرشد، ده امين شرطه، ده مخبر، كل واحد ايه بيقول له في حاجه. ان هو طبعا استاذ عمر شغال في المقاولات، هو طبعا يقول لك جاي له مخالفه، جاي له حاجات. والله انا نزلت من السعوديه معايا فلوس بس مش عارف اعمل ايه، وحيد ماليش اخ كبير ياخد رايه، والدي متوفي من زمان،
فواقف في البلكونة كده بالليل دعيت ربنا وقلت يا رب يعني كان نفسي يبقى ليا أخ أو حد ياخد بإيدي إن أنا أعمل حاجة مثلا. فبعديها بثلاث أيام يعني قاعد على القهوة لقيت حد جاي بيقول لي في حد أسمر بيسأل عليك. قلت له مين دوت؟ قال لي شكله غريب يعني. فجيت حضرتك بتسأل على عمرو؟ أنا عمرو. قال لي أنت ليك أخ عنده 43 سنة واسم والدتك كذا واسم أختك كذا وستك كذا. فاستغربت جدا طبعا، أخويا إزاي و43 سنة وأنا عندي 41 سنة، كان فين دوت؟ قلت له إن إحنا بس ما بندوروش لا على فلوس ولا على أي حاجة، بندوروا على سيرة الرحم بس. لو أنتم متقابلين ماشي، لو مش متقابل الموضوع إن أنا هقول لمحمد إيه ما لقيتهمش. بالفعل قال لي تعالى معايا، مش أنا خدني على القهوة. بالفعل بعد ما دخلنا على القهوة أنا قعدت برا، هو دخل القهوة غاب حوالي 5 دقايق. بعد كده خرج قال لي تشرب إيه؟ قلت له هشرب عناب. بالفعل هو طلب عناب قعد آخر 5 دقايق تاني جوه. بعد كده هو اللي ليه ما شربتش؟ قلت له هشرب دلوقتي. هو حس إن في حاجة، خد الكوباية شرب، قال لي عشان إيه؟ إن أنا دلوقتي مش هأذيك. هو يعني الموضوع بالنسبة لي وبالنسبة له كان مفاجأة، أنا ما كنتش مستوعب الموضوع، حاسس إن هو حلم، الراجل ده بينصب عليا أكيد، يعني ما فيش حد هيلاقي أخوه بعد 43 سنة ووالدي ما اتكلمش عن الموضوع نهائي خالص ولا مع والدتي ولا مع أي حد من قرايبنا. فلما اتصلت بيهم كلهم ما فيش حد عارف حاجة عن الموضوع نهائي، بس أنا حاسس إن هو أخويا وهو شكله يعني قريب مني خالص. بعد كده هو اتصل بيه على طول قال لي خد كلمه. كلمته الاسم، قلت له عمرو جميل محمد خرشد؟ قال لي ايوه. قال لي مين حضرتك؟ قلت له معاك اخوك اسم محمد جميل محمد خرشد. قال لي اهلا وسهلا يا مرحب، فينك الفتره دي؟ قلت له والله الصراحه انا ايه كان والدك جه هنا اللي هو ولدي جه هنا سنه كذا 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 شغال في شركه البترول. قال لا، وكان والدي مش شغال في شركه البترول. قلت له لا الصراحه شغال في شركه البترول، جه هنا كان هو طباخ اصلا. قال له ماما في وضع كذا كذا كذا، ابويا قال لك اني متجوز. قال له امتى اتجوز؟ قبل مني ولا بعد مني؟ لا قال لا هو اتجوز قبل ما اتجوزك انت بقى. كان متجوز سنه 70، في سنه 71 اصلا، في سنه 71. قلت له الصراحه ما اتجوز مش عارف. كان عندي جدة اللي هي والدة والدتي يعني، كانت عايشة مع والدي على طول. فقبل ما تموت، هي ماتت وهي عندها 105 سنة، قبل ما تموت كانت بتقول محمد محمد، كلنا محتارين ايه محمد مين محمد، الاسم ده ما لقيتوش قبل كده. فطبعا ست كبيرة في السن دوت كلنا قلنا بقى يعني زهايمر بتخرف حاجة زي كده، مفيش حاجة اسمها محمد يعني مين محمد ده. بعديها بعد ما توفت هي بأربع سنين ظهر محمد فعلا وربطنا الموضوع، طلع هي كان معاها حق فعلا. اتأثرت جدا جدا وزعلت من والدي الله يرحمه بقى طبعا، لانه تقريبا ظلمه جامد وظلمنا انا كمان. انا كان نفسي في اخ من زمان يعني، طول عمري نفسي في اخ كبير. والدي توفى وعنده 13 وانا عندي 13 سنه، فمفيش حد كبير يعني يوجهك ولا تاخد رايه في حاجه ولا حاسس بحنيه مع حد. انا برضو بعد ما رحتهم هناك قلت لهم ايه حبيت ايه اجيبهم معايا نفس اليوم يعني، قعدت حوالي 4 ايام هناك. بعد كده كان قريب على العيد، عيد الاضحى، قلت لهم تبقى فرحه بدل فرحه فرحتين، ما تيجوا معايا هناك بقى نعيدوا هناك في البلد، تبقى مره واحده ناخدوا اخواتي البنات برضو ايه، وبرضو تجيب مامتك تبقى هي برضو مامتي، وعنده اخوه اسمه هشام برضو من والدته. قلت له ايه ناخدهم مع بعض ننزلوا. قال له الصراحة ايه خليها بظرف. قلت له لا، فانا اضطريت ايه اخدهم معي. وعلى ارض سيوة الجميلة اخيرا بعد 40 سنة حصلت المقابلة بين مرات عم جميل السوية وزوجته القاهرية.
لكن المرة دي عم جميل ما كانش موجود، ومع ذلك اتلم الشمل بين محمد واخوه عمرو بعد كل السنين الطويلة من البعد. الناس ان هو رحبت بيه وكل الناس رحبت بيه، يعني حتى هو تفاجئ من الناس اللي بتيجي بتسلم عليه، يعني الناس تفاجئ ازاي ان محمد يتقابل بعد اخوه بعد 45 سنة. كنت بتمنى فعلا يطلع لي اخوه، والحمد لله ظهر لي، كانت معجزة يعني بالنسبة لي. ولسه بنقول على ربابة وبنخلص الحكاية. الجميل بقى سيدي ان الاخين دول قابلوا بعض في الوقت المناسب جدا. عمك عمرو كان راح اشتغل في السعودية سنين طويلة من الشقة والتعب، ورجع يستقر لقى محمد قدامه. والاجمل من كده ان محمد قرر ان هو يخلد اسم ابوه. ناس طيبين جدا جدا جدا، وبتهيألي عمري ما حد هيسمي على اسم والده اللي ما شافوش ولا شاف منه حنية ولا شاف منه اي حاجة، وطلع اصيل وسمى ابنه جميل. عمرو وقع في غرام الواحة. اشتريت أرض هناك جنب أخويا، وأتمنى أعيش جنبه باقي عمري يعني. أما محمد وعلاء فراحوا منطقة الإمام الشافعي وغرقوها بمنتجات سيوة الجميلة. توتة توتة، هي دي الحدوتة.